واشتريت هاد الساعة روليكس وعليها دمغة في هذا المكان، كيف ما غادي نوريكم مشاهدينا أثر الدمغة هنا. 18 يعني الذهب 18 قيراط، وعليها في هذا المكان أثر بصمة روليكس. وكيف ما كتنظروا مشاهدينا، هذه هي الساعة روليكس اللي اشتريت مع السلعة، داما كتشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو مشاهدينا غادي نكتشفوا واش الساعة حقيقة ذهب او لا، واش اصلية او لا، فتابعوا معنا. قبل البداية اخي المشاهد، فلا تنسى دعمنا بلايك، واذا كنت اول مرة من تشاهد فيديوهاتنا فلا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. فلنبدأ على بركة الله. كما قلنا مشاهدينا، كما تنظرون هنا في هذه الساعة، الساعة الماركة روليكس. صراحة مشاهدينا الاسعار ديال الماركة الساعة روليكس، الاسعار ديالها جد مرتفعة في السوق كيف ما كتشوفوا. واش حقيقة هذه الساعة روليكس؟ صراحة مشاهدينا انا اشتريت الساعة على انها ساعة عادية وليس ساعة اصلية او من ذهب او ما شابه ذلك، فلهذا غادي نحاولوا نكتشفوا واش حقيقة هذه الساعة من ذهب ام مجرد كوبي. في هذا الفيديو سوف نكتشف هذه الاشياء مشاهدينا. وفي هذا الفيديو مشاهدينا غادي تستفدوا معنا حول كيفية معرفة الساعة الأصلية وكيفية معرفة الساعة اللي كتكون من الذهب، فتابعوا معنا. كيف ما كتشوفوا هذه هي الساعة روليكس. ضروري في النظرة الأولى مشاهدينا يجب علينا النظر داخل الساعة والترقب هذه الأماكن. قد يختلط الأمر على الناس الغير محترفين في الساعات بالنظر داخل زجاج الساعة وتمييزها بين الأصلية والكوبي. غادي نبسطوا معكم الشرح بطريقة سهلة، وخا حتى الغير محترفين بالإمكان ديالهم يكتشفوا الساعة الغير أصلية. وكاين بعض الساعات اللي الصراحة شبيهة للأصلية 99%، ولكن رغم ذلك غادي تكتشف بإذن الله في هذا الشرح. الطريقة الأولى مشاهدينا غادي نجبدوا هذا الموري هذا واحد شوية غير باش ندوروا هاد الأرقام ديال التواريخ أو التاريخ. غادي نحاولوا نشوفوا الدوران ديال هاد الارقام ديال التاريخ مشاهدينا، واش كيدوروا باتقان او لا. كيف ما كتشوفوا الدوران ديالهم غير متقونين، والرقم ديال التاريخ ما كيتصدبطش في المكان ديالو في الوسط، ضروري كيبقى واحد العويجاج في هاد التاريخ كيف ما كتشوفوا. فهذه كتدل على ان الساعه غير اصليه. والخطوه الثانيه بالضبط مشاهدينا حول الساعه روليكس، راه ضروري في هذا المكان ديال الحزام الساعة كيكون واحد الرقم تسلسلي، وأيضا الكوبي حتى هي كيكون فيها رقم تسلسلي. فبهذه الطرق مشاهدينا غادي نحاولوا نتعرفوا على أن الساعة واش الساعة روليكس أصلية أو لا. والطريقة الثالثة باش نتعرفوا على أن واش الساعة روليكس من ذهب أو لا، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. مثلا إلى القناة دمغة ديال 18 الكا او شي دمغات اخرين 750 او ما شابه ذلك، واختلط علينا الامر وما قديناش نعرفوا بان واش الساعة ذهب او لا وما عندناش هذا الماء العيار، بالامكان ديالنا بواحد الخطوة بسيطة نستعنوا بواحد المغناطيس ونحاولوا نقربوه من الساعة. الى التصق المغناطيس بهذا الشكل المشاهدين، فهذا كنعرفوا بان الساعة مغشوشة وليس ذهب. ضروري مشاهدينا الا كانت الساعة ماشي ذهب راه غادي يلتصق بها المغناطيس ولو بشكل خفيف جدا، راه ضروري غادي يلتصق بها المغناطيس. وهاد الخطوة مشاهدينا ديال المغناطيس راه ماشي حاسمة، راه بالامكان يكون هاد الكادر ديال الساعة مصنوع من نحاس، فلذلك ما يقدر ما يلتصقش به هاد المغناطيس. فضروري الحذر مشاهدينا، راه بسهولة الساعة الكوبي العادية ديال روليكس راه من السهل تكتشفها غير من الخارج ديالها بدون فتح الساعة، ولكن كيف ما قلنا مشاهدينا كتواجد بعض الساعات الكوبي حتى هي السعر ديالها مرتفع، السعر ديالها كيبدا من 5000 درهم حتى 10000 درهم.
راه حتى هي السعر ديالها كيكون غالي، الجوده ديال الخدمه ديالها كتكون تقريبا 90% كتشبه للساعه الاصليه، ولكن الا بغينا نزيدو نكتشفوا اكثر بان واخا هاد الساعه اللي كتشبه للساعه الاصليه 90% كتشبه لها، يبغينا نزيدو نكتشفوها اكثر. مثلا الا كانت عندك الساعه وانت شاك فيها، فعليك اخي المشاهد بهالطريقه وينصح بها، حاول تكتشف بهالطريقه اللي غادي نوريكم، وهي عن كتابه هذا الاسم، اسم رولكس والموديل ديال رولكس بالضبط. غتكتب هذه الكتابه هذه في متصفح جوجل، غادي تحاول تبحث على الساعه الاصليه اللي كتشبه الساعه اللي عندك، وكذلك غتبحث على الساعه الكوبي اللي بحال الساعه اللي عندك. بهالطريقه اخي المشاهد بالامكان ديالك التمييز بين الساعه الكوبي والاصليه حول متصفح جوجل. الساعة الأصلية راه السعر ديالها كيكون مرتفع جدا، مثلا فوق 2000 دولار، 3000 دولار، 4000، حتى 20000 دولار أو أكثر. وأيضا غادي تلقى أخي المشاهد الساعة الكوبي السعر ديالها غادي يكون منخفض، حوالي 200 دولار أو 500 دولار، أو مهم ما غاديش تكون فايتة واحد 1000 دولار. فلهذا غادي تحاول تميز. وهاد الساعات الاصليين مشاهدينا كيكونوا في مواقع موثوقه، كاين المواقع مشاهدينا كينزلوا غير الساعات الاصليه، مثلا رولكس فقط الاصليه ما كاينش فيها الكوبي. فبهالطريقه غادي نحاولوا نقارنوا الساعه اللي عندنا بالساعه اللي منزله في الموقع ديال جوجل، ونشوفوا ضروري نترقبوا جميع الاماكن في الساعه ونشوفوا الاختلاف بين هاد الساعه اللي عندنا والساعة الأصلية. إلا كان شي اختلاف، إلا لقينا بعض الاختلافات في الساعة اللي عندنا مع الساعة الأصلية اللي في متصفح جوجل، بهالطريقة أخي المشاهد بالإمكان ديالك تكتشف بأن الساعة واش أصلية ولا كوبي. ودابا مشاهدينا غادي نحاولوا نشوف ونزيد ونتأكدوا واش غادي يذهب أو لا، لأن التصق بها المغناطيس 99% ماشي ذهب هادي، لان انا مجرد نظره العين ترقبتها بنظره العين وحاولت اعتبار ديالها بهذا الموري هذا، فتبين لي انها الساعه ماشي ذهب وماشي اصليه. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، الى مسحنا هذا الماء وغبر الاثار ديال هذا الحكان مشاهدينا، فهذا كيعني بانها ذهب. ولكن الى مسحنا هذا الماء وبقى الاثار في هذا المكان ديال الحجر، بقى هذا الاثار ديال الحك، فهذا ليس ذهب، فهذا مجرد اينوكس او الومنيوم او ما شابه ذلك. غادي نمسحوا مشاهدينا ونشوفوا واش زال هذا الحك ولا لا. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا مازال الاثار ديالو هنايا، اثار ديال الحك، فهذه الساعه غير ذهب مجرد كوبي. فهذه هي نهايتنا في هذا الفيديو، فاذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.